شو طيبين هالقطايفات. كتير طيبين. خدي حبيبتي خدي. الله العليم يا أم نصري، كنتك عم تتوحى. يو شو عرفيني؟ ايه ما حلها، مو هيك دي بخانو؟ والله ما بعرف، كل شي بيصير. الله لا يجعلنا من قطاعين النصيب، مو هيك النصري؟ مزبوط تقبريني مزبوط. وناوليها صحن البرغو والقوام ورجعينا الباقيين. يلا خفوها شوي. لك ديبة ما خلصتي السلطة على عيوني. لا تهيك لي هم معلمتي، صرنا خالصين. والشجر ما لان فلوس، خبي ايدك يا منيحة ويا عروس. وقعت عليكي. شو بدك مني هلا؟ بدي تجيبي لي قطايف. نعم شو بتاكلي هلا؟ جبت لك تفاحة، وقبل منها شكرية جابت لك موزة. خلص ما عاد بدي. لا رح جيب لك، بس بدي لعبك لعبة. إذا طلعت أنا ليك القرعة بدك ترقصي. موافقة. ولك شبكم ما خلصتوا دنعاية. يلا يلا. يلا رح أرقص، شبكم غنوا. ما بنعرف. أنا بعرف. غني لي. يلا ردوا وراي. قلت يا درساني تتقطع يا فردوس. إلهي لك محاسبة حالك صغيرة؟ عوض ما تجي تساعدينا قولي على عيونك. ها صيبي افتحي يا مو. مين؟ أنا يا بي. افتحي. خبوا يا بيت خبوا، مع رجال اجا ابي خذوا الطريق. غني غني ناويني يا زكاة ناويني. يا الله يعيش وديات. والله بعرف، بس ما قدرت احكي معه ولا كلمه، خجلت منه. طيب هن ما عندهم خجل؟ والله لو كانوا دواب ما بيعملوا هيك شيء. يا عبي شو ما عليهم بس. لا لا هاتي عنك يا ام، هاتي. بكره بس تيجي فردوس بدي خليها تنظف وترتب كل البيت. ليش وين فردوس بعدي؟ راحت لعند بيت اهلها، قال مش هي تنام عندهم ليله. ايه ليش مو كل جمعه بتاخذها لبيت اهلها؟ ما كان لازم قبل ما تروح تنظف وترتب البيت؟ اخ يا مو اخ، قال تجوزنا لنستين، رزق الله ايام العزوبيه. يي اكلين كل العنبات ولي على عيونه، مو مخلينه لعنقه. كنت مخبيته لرمضان لك ابني. اه يا بنتي كانت باطله محوله جوازي. ليش يا مو؟ شو ليش يا مو؟ مالك شايفتي؟ والله نكبتنا نكب، ما خلت شي ببيت المونة، ما عاد عنا لا عدس ولا برغل ولا حمص ولا دبس. عمرك شفتي بحياتك وحدة بتاكل القهورما باردة؟ يو ما بتهلوسة ولا بتقليها؟ ايه قالت هلوسة ولا تقليها، لو تشوفيها شلون بتاكل فجلة مثل التفاحة ولا الكوسة. تقبريها ان شاء الله. بتاكل الكوسة نية؟ لك بتاكلها مثل ام كنه عم تاكل خيارة. بعدين ما خلت ورق بالدالية بنبنه، كل يوم بتعمل جاط طبولة لقده وكومة ورق عنب وبتقعد بتحش. يلا متعمني؟ نعم. ما ضل عنا دبس وطحينة؟ لا تقبريني ما ضل عنا، هديك الجمعة جبنا رطل دبس ونص رطل طحينة. يا ومين أكلهم؟ أنا أكلت أمه.
الله يصلحك يا مرت عمي، كنت خلي لي شي ملعقتين، لانه انا ما بحب الدبس وطحينه، بس يعني لقمتين تحلايه بعد الغداء. لقمتين؟ ولي على عيونك، والله لو كنت دبس لاكلتيني. يا انا؟ لكان انا، امشي يا ما امشي. وين رايحين؟ استنوني لاجمع بعدين بروح معكم. لا حبيبه قلبي ما بنستنى حدا، لانه بدنا نروح ونرجع قبل ما تغيب الشمس. يلا يا مو امشي. يا فردوس؟ فردوس؟ ايه شو بك ليه عم صرخ؟ هذا الشروال انا ما قايل لك غسليه الجمعة الماضية؟ ايه تقبرني والله نسيت، بس بكرة عندي غسيل ببقى بغسل لك يا. نسيتي مو؟ لا ما نسيت. وانا كسر عظامك؟ طخي ولا؟ ما رح طخي. عم قلك طخي. ما بدي طخي. ما بدك طخي؟ طيب طخي لشوف. طخي بتطخي بتطخي هلا ورايح، ما رح احكي معك الا بالعصايه، فهمتي؟ ايوه ما بتطخي. لطيف يا لطيف يا معبود، شو بيطلع مصاري؟ مصاري ذهب احمر عم يطلع. بتعرفي قديش طلع اليوم ست راسي؟ شو معرفني أنا؟ يا ستي طلع 50 نحاسة وعشرين وسبعة. وإنت شو عرفك قديش طالع؟ هو قال لك؟ لك لا شو هو قال لي؟ ما بيقول، هو بيخاف عزه، بس أنا عديته نحاسة نحاسة. وكنت واقف جنبه وعم ترد عليه رزقته ورزقة ولاده؟ لك مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ومن شر حاسد إذا حسد. لك شو حسد وما حسد؟ شو عم تحكي أنت؟ بس هدول المصاري اللي عم يطلعون أنا أولى فيهم، أنا ابن الحارة، شبكي أنت ست راسي؟ بتعرفي شو معبود؟ عم فكر اشتري منه. وقديش بده حقه؟ يا ستي بده حقه 3 ذهبات، بس أنا ما خليته يحس إنه أنا حابب اشتريه مشان ما يطمع علي. قلت لحالي الحشو الحشوة يا ابن نجيب، الحشوة لبكرة خليه يستوي. وانت منلك المصاري وعلبنا ما معك؟ ايه ما معي، ما معي انا ست راسي. الله وكيلك ما معي، بس يعني انا شو قلت حالي، يعني قلت حالي بتديم بعدين بوفي اياهن. والله طاقة القدر راح تنفتح لك يا ابو نجيب والله. بس الله لا يوفقك. لك شو هذا اللي عم تاكليه؟ لحمة كباب. الله لا يوفقك، ما شايفه انه كباب؟ ولك يا بنت الحلال، حدا بياكل كباب بهالايام؟ ومنين جايبه الكبابات بقى؟ منين بدي اجيبهم يعني؟ من عند اللحام. ما بعرف من عند اللحام، المصاري منين جايبتيهم؟ اخي ابو محسن بعت لي. ايوه لك يا بنت الحلال، لو عطيتيني هالمصاري خبيلك ياهو مو كان احسن؟ لا مو احسن، بدي البس واكل مثل كل العالم.
طيب الكباب؟ ليش عم تسأل؟ لك هيك عم نسأل نفسي واشتهيت ايش وكفرنا؟ روح اشتري وقد شهرتك امامة حزة لقمة صغيرة شبكي وعلى حد علمي ما بتحب الكباب انت من قولك هذا الكلام؟ انت ولا نسيت لما قلت لك مشتهية الكباب قلت لي تضرب الأكلة ما بحبها لك امامة حزة يعني هي لقمة صغيرة شبكي يلا المعاملة مع الله خوت هيك حافظي أكلها هاتي شفت خبزة معقولة شو صغيرة اللقمة؟ معقولة أنت شو بخيلة؟ لك كبريها شوي شبكي هاتي خبزة لحالها هيك ما بسخى والله ما بسخى إيه ها يعيش والإيدين الله يخلينا ياك الله لا يوفقك شو فيه لك شو هاد فواكي والله جاد لا يكون ماني مشتري انه فواكي ما مضروب على قلبي بعرف انه فواكي ليش هالكيون اشتريته من عند السمان ولي بدي اشتريتيون ما بعرف يعني هيك بشي خمس براغيت شو خمس براغيت ولك انتي مجرمة انتي سفاحة ايه وشو هالشغلة مصري وانا حرة فيهم ولك والله صدقوا اللي قالوا صدقوا اللي قالوا الفقر ما بيتعدى على حدا ما بيتعدى على حدا لك يا بنت الحلال يا بنت الحلال لو عطيتيني اياه ولا خبي لك اياه ما كان احسن لك واستر لا لا احسن لي ولا استر لي طيب الموز اعطيني وحده لندوقها يا مو على اساس صايم ها هي صايم صح صايم الحمد لله لكن صايم ما قلتيني ما رحتي عند مشاهد؟ لا ما رحت هلا بدي روح إيه لكان ما بيصير يا حرمة واجب لازم تروحي يلا يلا قومي قومي روحي يلا يلا لك 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 وين أخذتي أنا دور؟ لبيت مشاهد مو حلو يفوت لعندن وإيدي فاضية ها؟ على أساس بيت مشاهد كتير عاوزينك ما عندهم فواكه لا مو ناقصهم بس هيك بيعمل الواحد قدره قيمة لحاله وبيقوم بالواجب دخيلك دخيلك انت واجبك ست راسي دخيلك انت واجبك كتير موجبة كتير صاحبة قدره قيمة ولك يا بنت الحلال يا بنت الحلال هدول حاطين حقهم دم قلبنا نحن أولى فيهم مصريي وأنا حرة فيهم طيب الله يوفقك خليلك كام موزة كام برتقانة باكلهم بعد المدفع الله يوفقك الذهبات الذهبات لك الذهبات خبيني لك يا أمي كثر ناري كثر ناري هنخبير شكل أبيض ليومك الأسود يا أمي والله يا أمي كل أسود أنا والله كل أسود كل الله يكسر ايدك الله يكسر ايدك لا لا خلاص بدك تفنجيني انت
بدك تجيبي لي السكه انت؟ ولك والله عندي قمصتي من اول، والله والله ماني مرتاح لك. الله يعزمني اياكي يا عيني، الله يعزمني اياكي. الله يوفقك. شفتوا قبضاي؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فوتي اختي فوتي. ولك اهدى لأفهم عليك، ما فهمت عليك شيء. عبود شبنا شوي شوي مو هيك. لحمة لك شو سويت في حالي أنا؟ لك شو سويت؟ شلون بدي صير نام لحالي من هون ورايح؟ ولي؟ لا، الأحلى تطلب مقدمة ومؤخرة. ولي؟ والله بيخرب بيتي. خليني لحق، خليني لحق ورجعها قبل ما تعمل لي شي طرني بالحارة. قوم قوم يا ولد قوم. السلام عليكم. والله لا اشتكي علي لأن الكركون يا سيدي. خلصنا يا ابن نجيب، كمان الولد متضايق على امه. يا سيدي يضرب هو وامه. ايه ابن نجيب مني في داسي. كنه اهدى واحكي لي شو صار بينك وبين حرمتك بالتفصيل. الله احكي لك ما صار شي يا سيدي. الحرمه طلعت حراميه، حراميه يا مختار. لا حول ولا قوه الا بالله، ما منك خواص، ما منك خواص. صار يا جد